السلام عليكم، أنا محمد غنايم ويشاركني في هذا الفيديو صديق العزيز محمود الوساوي. نسيت اسمه. الآن يا جماعة الخير، إن شاء الله في هذا المقطع سنحاول عمل تحدي بيني وبين العيساوي، من منا يفهم الكلمات العربية الفصحى بشكل جيد. سيطرأ علي عدة كلمات ويضعها لي في جملة في حال لم أعرفها من المعنى الأول، وأنا نفس الشيء سأقوم به ونرى من منا يعرف أو يتكلم الفصحى بشكل جيد. طبعا هو من الآن يقول أنا أفضل من كونه يتكلم الفصحى، ولكن هذا غير مبرر. طبعا هو سبحان الله يعني لديه معرفة كثيرة في الكلمات. بعرف أنا صراحة. نتكل على الله ونبدأ. بسم الله. وستكون الكلمة الأولى منك كونك الضيف، ونحن ناس نكرم الضيوف. تفضل. طيب الكلمة الأولى يا محمد. أقوش. أنت أصلاً ما أعرف، مشكلة ضغط عليك. طبعاً أنا لما أحكي باللهجة يمكن شوي صعب إنك أنت تستمر بالفصحى وأنا باللهجة. عادي يعني يا جماعة الخير، يعني إذا في كلمات بنترجمك أنت بقدر المستطاع حاول التكلم بالفصحى. الفصحى لغة جميلة يعني، ما رأيك؟ على فكرة أنا أستخدم هذه الكلمة أحياناً في قناتي. فكرة أنا بغرق. الكلمة الأولى الأبتر. الأبتر يا رجل. شكلك عرفت. من الابتسامة هاي. أوكي. الأبتر بسيط يعني. صح. شيء جميل منك أنك بدأت بأمور يعني من القرآن الكريم. الأبتر يا سيد الفاضل هو المقطوع النسل، والأبتر استخدمها الكفار ونعتوا بها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا عنه أنه الأبتر، فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شانئك هو الأبتر، يعني أن عدوك والنعم هو الأبتر ليس لا أنت. بما أنك بدأت من القرآن الكريم سأرد لك بالمثل. تفضل. كلمة عسعس. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. عسعس بتيجي بمعنى ذهب أو اختفى أو رحل. نعم نعم صحيح. أظلم يعني. أظلم. أظلم. يا ريتك مدى. تمام. النتيجة الآن 1-1 إن شاء الله. دورك يا سيدي. بعديها كمان بدي أعطيك، بما أنك أعطيتني مثال من القرآن الكريم، حاب أعطيك كمان كلمة من القرآن الكريم. مسد. مسد تعني قلادة من النار. الآن النتيجة أصبحت 2-1. وبما أننا الآن كلمة التالية محمود، بما أننا الآن نصور هذا المقطع الساعة 1 تقريبا ليلا، الحمد لله أننا مركزين، فالكلمة إن شاء الله ستكون الوسن. أعتقد يعني المعنى بسيط وقريب. ليش فاتح موبايل؟ مش واضح المعنى. الوسن. الوسن معناها معناها ضعف جملة. هذا الآن شعبان يشعر بالوسن الشديد، تعب يعني. شكرا شعبان. محاول معكم محاولتين. ظل معي محاولة الجمهور و محاولة شعبان تبع الصديق من غير ما استخدمه. انت عن جد تشعر بالوسن هلا؟ تشعر بالوسن. ابتسم. طيب ابتسم. اذا وسن تبتسم صح؟ سعادة. خطأ. لا الوسن يعني اقرب لك الموضوع. سعادة. خطأ. محمود يشعر بالوسن الشديد لان طيارته غدا ان شاء الله صباح. نعس. احسنت يا أخي، مفروض أنا أصير أقدم أنا. طيب يا محمد، شكله الكلمات كثير سهلة بالنسبة لك، فحبيت أصعبهن شوي. هي صعبة صراحة يعني، أنا لو أنا سامعها كان ما عرفتها، فبعتقد أنها صعبة. الكلمة هي الإهلاس. إهلاس. ضعها في جملة. مثلا شخص ما بحبه حكى لي جملة مضحكة، فأنا شعرت بالإهلاس. أو كيف صعب إن أحط بجملة يعني هيك؟ ضحكت يعني. أنا عجزت عمي. الاعتراف بالخطأ فضيلة. تفضل شو معناها؟ معناها مش عارف. عارف أنا هو. لا الإهلاس معناها إخفاء الضحك. طيب الكلمة التالية المواجد. خلصت. المواجد. بس المواجد. نعم صحيح. انت عارفها. اذا استنى 5 دقائق راح تنسى. احطها بجمله. خذ لك الخط. تمر فترات على المرء يشعر بها ان المواجد تكالبت عليه. انت افهم شو معنى تكالبت في الاول. ممكن الامور، او بما انك عم بتذكر الحياه، وانه بلحظات بتحس انه المواجد بتتكالب عليك. المواجد شغلات موجوده. صعب صراحه. خطأ. عجزت. سمعني اسمعها.
الى ثم والفيديو سينتهي والبطاريه ستموت وسابقى صامد. كيف الفصحى بس؟ المفروض 10 من 10 فلسطينيين ولا عجزت يعني؟ الا كلمه عجزت. لا اعجز عجزت. طيب المواجد هي الاحزان. احزان الله عليك. تمام. ايش النتيجه يا جماعه الخير؟ تفضل يا محمود. طيب صديقي العزيز محمد الكلمه اللي بعدها ممكن تعرفها لان هي سهله. الكلمه هي الودق. خليني احس اني عجزتك كمان مره. شو لا هي جنة. شكلك عرفتها من الابتسامة بعرفها نفسها تبع الابتسامة. بس حطها بجيم حط ضحك. انت عارفها بس بتقول لي حطها بجيم. تتأكد يا قول يا جيزت. عم بعطيك الاوبشن. لا لا موجود. حطها بجيم اشوف بدي اوسوس لك. طيب انا لا احب الودق. انا فعلا لا احبه صراحة مع انه اشي خير على فكرة. هو خير بس انا معقدني. للي متابعني بيعرف ليش. يا صاحبي هو المطر. طيب الكلمة التالية محمود ان شاء الله كلمة النصب. النصب. انت عارف ناسيه ان شاء الله. يا لاهي اوكي. حطها بجمله والله بما اني بعرفها. يشعر يعني. بالنصب. انت تشعر بنصب شديد الان. نصب شديد. نعم نصب. لا النصب. نصب شديد. شعبان بيشعر بالنصب ايضا جدا. شعبان شو النصب عم تشعر فيه انت؟ بس شو هو؟ انت في شيء عم تشعر فيه بس شو هو؟ النعاس. نعاس. لا نعاس لا خطا. النصب تعب معناته. صحيح. الله كثير صعب صراحه يا رجال. يعني الكلمه بعديها يا محمد يعني هاي ما بعتقد انك حتعرفها او يمكن تعرفها. عم بحاول احبطه قبل ما احكي له عشان احس بشيء نوعا ما. اوكي طيب الكلمه اللي بعدها هي الصنديد. الصنديد الشجاع. انتهى الامر. الصنديد واضح انت رجل صنديد يا محمود. هلا انت بتعجبني خلاص. انت خذ نقطه بجدارك. بجداره. الكلمه التاليه محمود طبعا. يا اخي وعزيزي هي لا تبتسم هيك ابتسامة الشر. طيب الكلمة اللي بعديها جادو. جادو جادو نعم. طيب قديش بتدفع لي اذا بعرف؟ بدفع لك يا سيدي. بديش تدفع مش عارف. شو الكلمة اصلا كانت؟ جادو. جادو نعم. كلمة عربية فصحى. طب والله بجملة. الجيوش جادت في ارض المعركة. سهلي قول. جادوا يعني هلموا يعني دخلوا نزلوا أتوا. صحيح. جادوا معناها توكلوا. الآن يا جماعة الخير النتيجة تعادل الحمد لله. نقاط صراحة فخور بهالإشي طبعا. يعني طبعا غني عن التعريف محمد بالنسبة للفصحى. الله يسعدك. الآن يعني أنا سعيد أنه نقلنا للمتابعين يعني تحدي لطيف خفيف. إن شاء الله يكون عليكم لطيف خفيف نعكس من خلاله أهمية الفصحى وكم الفصحى لغة يعني أو العربية بشكل عام لغة قوية ولغة يعني كما يقال عميقة جدا وغنية جدا. فنتمنى منكم أيضا أن تتوسعوا في القراءة والمطالعة. ونحن سابقا أطلقنا هاشتاج اقرأ فنحن أمة اقرأ. ومن هنا أيضا نوصيكم هنا مجتمعين بالقراءة فهي أساس العلم. واللغة العربية يعني نحن نحمد الله أننا نمتلك هذه اللغة التي يحسدون عليها الكثير من الناس. تعالي ضيف شرف عجل. لا تعالي ضيف. طبعا بتشرف اني اكون بفيديو مع الرائع محمد غنايم. الله يسعدك يا رب. واخوي حبيبي. شكرا على الاستقبال. استقبلتنا يا طبعا بفيديوهاتي. بغض النظر عن المقلب يا جماعة الخير. بغض النظر عن المقلب بس هذا اشي لازم يعني. لازم لازم. حدا بيعرفني لازم. تضارك بالنرويج تعال زورنا ان شاء الله. جيب شمسيتك معك. فلانه الودق هناك كثير فشوف الله كيف استخدامه. هذا فورا يعني انت بتتعلم ايش استخدمه. والله عن جد هاي مش فلسفه. الاشي بتتعلمه استخدمه فورا بصير بظل مرسخ بدماغي. اكيد شعبان شو رايك في مبدئيا شعبان في السفره التركيه كلها شو رايك فيها؟ حلخصها بس في جمله. الله انا منتظر اكثر من رائعه جملتين. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم به. دائما انظر الأمور من زوايا مختلفة وكن إيجابيا. هذه جملة محمود المعروفة. وفي النهاية دمتم في أمان الله. طيب يا جماعة الخير بما أنه طيب يا جماعة أسألك سؤال وتجاوبنا لي بصراحة. تفضل. أنت فاهم نفسك.